مرحبا بكم في درس جديد. في هذا الدرس سنتعرف على مكون جديد من قائمة وين 32. المكون يسمى تي مونث كالندر، وهو خاص بالتعامل مع التواريخ، لا يتعامل مع الأوقات. لتجربة هذا المكون سنقوم بإضافة مكون edit. نذهب إلى حدث الضغط على المكون مونث كالندر، سنقول له edit1.txt. قيمة edit1.txt ستكون مساوية .str. الدات الموجود في دات أو month calendar توجد لديه خاصية تسمى دات للوصول إلى التاريخ، يعني نستطيع من خلالها الوصول إلى التاريخ أو تحديده. سنجرب ونرى. 10 17 ثانية 22 أي قيمة نختارها ستظهر مباشرة عند الضغط على المكون. لدى هذا المكون بعض التخصيصات يمكننا القيام بها الآن. مثلا سنجد أول شيء end date، تاريخ النهاية. مثلا سنقول له تاريخ النهاية هو 31، تم تحديد التاريخ. إذا قلنا له سنكتبه هنا مباشرة 31 وتاريخ النهاية. first day weeks أو أول يوم في الأسبوع ما هو، سنختار يوم الأسبوع. local default سيأخذه مباشرة من إعدادات الحاسوب إذا تركنا في هذا الوضع. أما إذا أردنا أن يكون موجه بشكل مخصص سنختار أي يوم من الأيام، Monday, Star Day أو أي يوم آخر. المكون لديه خاصية Max Date أو الدات الأخير الذي يستطيع المكون التعامل معه أو الوصول إليه. مثلا سنقول له التاريخ، سنذهب إلى أكتوبر ونقول له 26 من أكتوبر، 26 من أكتوبر. ماكس رانج سيلكت، دعونا نتعرف عليها الآن. أول شيء تاريخ 31، 26 هو آخر تاريخ موجود في المكون، لا يمكننا تجاوز هذا التاريخ. أما بالنسبة للخاصية الأخرى كما ترون حاليا نريد الضغط على أكثر من تاريخ فلا يمكننا، لذلك نذهب إلى خاصية ملتي سيلكت، ستمكننا من تحديد أكثر من تاريخ. مثلا هذه التواريخ كلها سنقوم بتاريخين، نقوم بتحديد تاريخين. القيمة الدات ستأخذ آخر أول تاريخ تم التحديد عليه أو آخر شيء تم الضغط عليه. كما ترون تم الضغط على مجموعة من التواريخ. إذا حددنا له ماكس رانج سيلكت أو ماكس سيلكت رانج سنقول له 5، فما الذي سيحدث؟ لا يمكننا تحديد أكثر من 5 أيام أو أكثر من خمسة في مجال الأيام. مين دات وهي عكس ماكس دات، تاريخ البداية أو تاريخ الأقل الذي لا يمكننا تجاوزه. شو توداي إظهار اليوم، يعني نستطيع الوصول إلى اليوم مباشرة، نعرف ما هو اليوم مباشرة بدون استخدام أي دالة أخرى أو أي شيء آخر. نستطيع إظهار تلك الدائرة الموجودة على اليوم، نستطيع إظهارها أو بدون إظهارها، يعني هذه الدائرة التي ستكون محددة على اليوم الحالي. Weeks Numbers يمكننا إظهار رقم الأسبوع داخل هذا المكون، كما ترون الأسبوع 32، 33، 34. هذه هي أغلب خصائص المكون. لا يوجد لديه أحداث مميزة جدا، بعض الأحداث فقط تقوم بعمل بسيطة، لكن الهدف من هذا المكون هو العرض والإدخال فقط، سنستفيد منه فقط في هذا المجال.